عين المهندس ياسر القاضي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة في 19 سبتمبر عام 2015. بحسب التقارير الدولية، شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا يقدر بنحو 8.95 مليار دولار عام 2016، ومن المتوقع أن يشهد طفرة أخرى مسجلة نموا مقداره 10.32 مليار دولار عام 2019، سيأتي معظمها نتيجة الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات وحزم البرمجيات التي ستشهد معدل نمو سنوي مركب يقدر بحوالي 9% على مدار عام 2019. أطلق عدد من المبادرات لعل أبرزها المناطق التكنولوجية في برج العرب وأسيوط، والتي فتحها الرئيس السيسي في نوفمبر الماضي خلال فعاليات معرض كايرو آي سي تي 2016، والتي ساهمت في إحداث الهجرة العكسية بدلا من قدوم كل المحافظات للقاهرة. نجح في بيع ترددات الجيل الرابع لشركات الاتصالات الأربعة، وضخ 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه في الخزانة العامة للبلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بمعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. معالي الوزير، مفاجئ لكن كان بالنسبة للبعض شيء مفاجئ أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبقى هو أسرع القطاعات نموا في مصر في خلال السنة. يعني بالأرقام الكلام ده بيقول إيه؟ هو الحقيقة يعني كانت لأول مرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه يحتل المركز الأول من حيث النمو خلال الربع الأول من هذا العام، وده طبقا للتقديرات والتقارير الخاصة بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري. الحقيقة القطاع نما بشكل كبير، نما نموا قدره 11.2%، ودي برضو من يعني من الارقام يعني العاليه جدا. 11.2 واحنا الاقتصاد عندنا بينمو 3.5-4. هو كل القطاعات، لما حضرتك تشوف القطاعات يعني قطاع الاتصالات هو اول قطاع 11.2، قطاع التشييد والبناء 8.2، قطاعات الدوله المختلفه كانت بتنمو خلال الربع الاول 10. يعني تقريبا قطاع الاتصالات نما نموا يساوي الضعف المتوسط الخاص بكافة قطاعات الدولة. مش كده وبس، هو المهم كمان ان مساهمته في الناتج القومي طلعت من 2.8-2.9 الى 3.2، ودي برضو من الارقام الكبيرة. ولازم ناخد في الاعتبار ان الربع الاول ده كان ما كانش فيه كمان الرخص الخاصة بالجيل الرابع. ده قبل الرخص. قبل الرخص الخاصة بالجيل الرابع. طب لو احنا حضرتك ده كده تشريح للوضع العام بالنسبة للاقتصاد ككل، لكن تشريح القطاع نفسه. أكيد حضرتك حبيت تشوف إيه، أو أنت عارف أو ماشي بخطة بتقول إيه اللي بينمو أكثر، يعني إيه اللي ساعد القطاع إنه ينمو بالسرعة دي في هذا الربع على وجه الخصوص. الحقيقة هو في أكثر من محور، يعني لما حضرتك تشوف النمو دي الحقيقة ظاهرة صحية جدا بالنسبة للقطاع. لما تتفرج على المحاور المختلفة في القطاع، مثلا المحور الخاص بتكنولوجيا المعلومات، هل المحور الخاص بتكنولوجيا المعلومات ده في الربع الأول نما أسرع بكثير جدا من الأربع تربع اللي في السنة اللي قبلها. يعني الجزء ده نما تقريبا. يعني ايه تكنولوجيا المعلومات؟ معلش، احنا بنتكلم في كل الانفراستراكشر، بنتكلم في السوفت وير ابلكيشنز او التطبيقات الخاصه بالسوفت وير، بنتكلم في التصدير للخارج الخاص بالسوفت وير، واحنا عندنا برنامج اسمه اكسبورت اي تي، وده بيبين لنا عدد الشركات اللي بتصدر في الاي تي. بنقول الانفراستراكشر كلها، الفاليو ادد سيرفيسز اللي بنعملها، الجزء الخاص بعمليات التعهيد او تقديم الخدمات للغير والسيرفيسز للغير، ده كله بيمثل الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات. حقيقة كمان احنا نمينا بشكل كبير في الجزئيه بتاعت الشمول المالي، لان احنا كان عندنا اكثر من تطبيق للشمول المالي. الحقيقه برضو ركزنا جدا جدا في الجزء الخاص بتقديم الخدمات الماليه الغير بنكيه او التحول الى المجتمع الرقمي. دي عايزة كده حتى لوحدها، دي معلش خليها، لان انا فاكر في لقائي الاخير مع حضرتك سألتك سؤال لما حضرتك كلمتني عن الشمول المالي، فقلت لك يعني ايه شمول مالي. أيوة. حضرتك شرحت لي يعني ايه شمول مالي، بس خلينا دلوقتي في الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات. احنا بنتكلم على تصدير وبنتكلم على تعهيد،
اللي عندكم من ارقام هو الارقام الرسميه، الشركات التي تقوم بالتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال قنوات رسميه، العائد بتاعها التصديري بيدخل عن طريق النظام المصرفي. ولكن وده شيء على فكرة مش سلبي، ده شيء إيجابي، عندنا الكثير من الشباب المصري في كل أنحاء مصر، في الصعيد وفي شرق مصر وفي غربها، اللي هم عندهم القدرة على تطوير البرمجيات أو غيرها من الخدمات اللي ترتبط بتكنولوجيا المعلومات وبيصدروها كتيمي. تمام. هل تتفق معايا انها ظاهره صحيه، ان ده موجود؟ لا، انا اتفق انها ظاهره يجب ان يعاد تنظيمها وتنظيم شكلها. خليني اقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا الشركات المقيده في الوزاره اللي احنا بنتكلم عن التصدير بتاعها حوالي 122 شركه، مش حوالي، هي 122 شركه تقدم للبرنامج الخاص باكسبورت اي تي، لان في حاجه اسمها اكسبورت ريبيت او حوافز ماليه للشركات المصدره، لكي نتاكد من ان هذه الشركات التصدير بتاعها بيدخل او المدخول بتاعها بيدخل عن طريق القنوات الشرعيه وخلافه. تمام. تقدم السنه دي لينا 116 شركه حتى الان، واحنا متوقعين انهم هيطلعوا ال 122 شركه. لكن كم شركه بتشتغل في السوفت وير في مصر؟ احنا بنتكلم النهارده ما بين 500 او 600 شركه، ده المنظوره اللي بيشتغلوا في الاي تي او في السوفت وير والسوفت وير ابلكيشن. طيب هل الشركات دي محتاجه ان احنا نشتغل معاها بشكل اكبر علشان خاطر نكبر من عائداتها ومن الصادرات بتاعتها؟ ايوه. هل كميه التصدير بتاعهم كميه كبيره علشان كده نقدر نعمل الريبورتس او التقارير عنها؟ الكميه يمكن كميه التصدير بتاعهم مش تصدير كبير قوي، لانهم معظمهم من الفريلانسرز او بعض الشركات الصغيره والصغيره المتوسطه والمتناهيه الصغر. طيب في هذا الاطار بقى خليني اقول لحضرتك، لان حضرتك يعني ايه بنستبق اللي احنا عاوزين نقوله. انا احب استبق، معلش. طب جميل، احنا في هذا الصدد احنا عندنا مبادره مهمه جدا حال المبادره دي تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه، بان احنا يكون عندنا ننشئ في النولج سيتي او مدينه المعرفه التي سوف تنشا. احنا كده استبقنا بجد كده ان احنا هننشئ فيها ما يسمى بالسوفت وير اكسبورت هاب، او هيبقى عندنا مركز تصدير البرمجيات، وهيبقى هذا المركز هو لتصدير البرمجيات للدول المنطقة او الدول العالم المختلفة. حقيقة عندنا تصور كبير، يعني مركز اقليمي يا فندم، يعني معلش، يعني انا هيجي لي ناس من باقي الدول العربية يحطوا عندي انا هنا عشان يصدروا لامريكا مثلا؟ طب خليني اقول لحضرتك، احنا عندنا زي ما حضرتك كنا ذكرنا ان عندنا شركات كثيرة، هذه الشركات بتعمل في مجال السوفت وير، هذه الشركات لا تجتمع تحت مظلة واحدة، وهذه الشركات لها مجهودات، هذه المجهودات مجهودات مصرية. متفرقه، شركات مصريه مش شركات عربيه، لا شركات مصرية. هذه الشركات لها مجهودات، هذه المجهودات مجهودات متفرقه. ازاي الدوله تقدر انها تحتضن هذه الشركات كلها في مكان واحد؟ ازاي تقدر توفر لها المناخ المناسب والمناخ الذي يؤهلها لانها تقوم بالتصدير؟ ازاي ان احنا نقدر نبني مع هذه الشركات الكاباسيتي بيلدينج، او نقدر نبني فيهم القدرات الخاصه بالتصدير والخاصه بعمليات الماركتنج؟ ازاي نبدا ده اللي قدامنا مدينه المعرفه دي. هذه هي مدينه المعرفه، ده بالشكل اللي هو طبعا النهارده، واحنا عندنا مدينه المعرفه هتبقى في العاصمه الجديده على مساحه 300 فدان. حقيقة المدينة دي هتبقى يعني مدينة المعرفة هتبقى علامة من العلامات الخاصة بالعاصمة الجديدة دي. يمكن شكل النولج هاب هيبقى في الوسط، الانكيوبيترز هيبقى فيه اوتيلين 5 ستارز عشان خاطر الناس اللي هي الحضانات، الانكيوبيترز اللي هي الحضانات، وفيها هيبقى عندنا، احنا بنتكلم عن انوفيشن سنتر، بنتكلم عن نولج سيتي حقيقيه، يعني كل ما يمس او ما يعرف بالمعرفه. عندنا ميديكال سيتي، عندنا ريسيرش. انا شايف معلش لو ترجعوا عشان شفت كلمه ارت سكول. ايه بقى نولج؟ art is about knowledge او knowledge is about art. الارت ده جزء كبير جدا بيخش فيه دائما
تكنولوجيا المعلومات. يمكن الناس ما تعرفش ان التكنولوجي او السوفت ويرز في الاركتكت مثلا بيبقى فيها جزء كبير قوي من التكنولوجيا المعلومات. يعني الاولد سكول دي هتدرس جرافيكس مثلا، هتدرس جرافيكس، هيبقى فيها ريسيرش اند ديفلوبمنت، هيبقى فيها اوتوكاد، هتدرس الاوتوكاد، هتدرس حاجات كتير قوي لها علاقه بكيفيه تاثير الاي تي على الارت او على الفنون المختلفة. اللي هو بقى الفن بقى بالطرق الحديثة اللي بتستخدم فيه. احنا بنتكلم طبعا احنا بنتكلم عن الفن والنولج الحقيقية. يعني المدينة دي زي ما بقول لحضرتك هتبقى ايكون مهم جدا في العاصمة الجديدة ان شاء الله. رمزية جدا. طب عايز ارجع معلش مع حضرتك، واحنا كنا بنتكلم على الشركات وموضوع الصادرات، معلش ما تأخذنيش. انا لو انا كنت اتمنى يعني ان انا شاب عندي 25 سنه كنت اتمنى وربنا اداني ملكه ان انا عندي قدره على ان انا اعمل حاجه زي كده، وان انا اطور برمجيات او اطور اي حاجه في التقنيات او التطبيقات، وجات لي فرصه ان انا اصدر لاحدى شركات الموبايل العالميه او لاي حاجه زي كده التطبيقات بتاعتي. تمام. والكلام ده بيدخل لي 1000 دولار في الشهر او 5000 دولار في الشهر. زعلش مني، اقول لك ليه؟ عشان تاخد مني ضرايب، ولا اقول لك ليه عشان خاطر تدخلني تحبسني في الانكيوبيتر، ولا عشان انا قاعد في البيت بالبيجامه بعمل الكلام ده في بلدنا وببعته ومحدش حاسس بيا، ليه اجي لك؟ اولا هيجيلي عشان خاطر انا هديله حوافز، الحوافز دي لان انا يهمني، ان مش يهمني ان انا بس يعني ان انا اشوفه هو فين، انا يهمني ان انا اديله حوافز، سواء اذا كانت حوافز تصديريه، حوافز التصديريه دي بتصل الى اكتر من 10-15% من التصدير، كميات التصدير اللي بيصدرها. دي نمره واحد. نمره اثنين ان انا هديله تدريبات، هديله تريننج او كاباستي بيلدينج. نمره ثلاثه هو لو بدا از ان انتربرنور او بدا كواحد عنده شركه صغيره او عنده ما عندوش شركه حتى هو بيشتغل لوحده، بعد شويه هيبقى عايز اثنين او ثلاثه لان الاعمال بتاعته هتزيد. ازاي ااهله ان هو يكون عنده شركه، وازاي ااهله انه يعمل ماركتنج اكتر او تسويق اكتر. لو هو النهارده بيشتغل ب 1000 دولار، ازاي اخليله ال 1000 دولار دول 3 و4 و5 و10 ده ليه هو لوحده. ازاي يبدا صغيرا ثم يكبر او يبقى شركه صغيره او متوسطه. الحقيقه الموضوع ده موضوع مهم جدا، وانا متشكر ان حضرتك فتحته، لان الانتربرينورز او الناس اللي هم الفريلانسرز او الفريلانسرز اللي هم بيعملوا بعض الاعمال البسيطه، هي بتبدا هذه الاعمال اعمال بسيطه، اذا استمرت بسيطه فهتنتهي، لكن اذا قدر ان هو يبقى عنده الادوات والدولة تقدر تساعده علشان خاطر يكون عنده الادوات، الحقيقة الاعمال دي بتكبر بشكل كبير جدا. ادي حضرتك مثال. اتفضل. مش عايز اقول اسم الشخص بس اقول اسمه، هو ده موجود على الانترنت يعني، احمد فؤاد. احمد فؤاد ده سينيور لينكس اركيتكت فيرتشواليزيشن استرسك فويس اوفر اي بي فري بي بي اكس سي بي بانل سي بانل من اسكندرية. الراجل كاتب عن نفسه ان هو عنده 9270 ساعة عمل، بياخد في الساعة 65، عمل 122 جوب، في السنة اللي فاتت كسب 200,000 دولار. بيدوهم كروت في امريكا، بيدوله الكارت، والكارت ده بيدخل بيه على اي اي تي ام بيسحب فلوسه منه. الراجل عمل 200,000 دولار. دول كام؟ دول 4 مليون جنيه، دول 3.5 مليون. مبروك عليه. فمبروك عليه طبعا. وانا على فكره انا سعيد بده، وانا شايف انها حاجه ايجابيه جدا، وربنا يعني يا ريت يبقى عندنا زي احمد وغيره، يبقى عندنا الالاف، لان ده كله حتى يعني ما كانش داخل من النظام المصرفي التقليدي بتاعنا، هي فلوس داخله البلد برضه، ولا ايه؟ شوف انا اقول لحضرتك على حاجه، هو في لازم نفرق ما بين حاجتين. اولا احمد انسان شاطر، انسان دؤوب، عنده فرص ان هو يتكلم مع شركات خارجيه. في ناس بس هنبلغ عنه الاستاذ عمرو الجرح. لا لا خالص، لا احنا عايزين بدل ما كان يبقى عنده ال 200,000 دولار يبقى عنده 220 او 240,000 دولار، لانه لو كان بيشتغل معانا في النظام اللي احنا بنشتغل بيه كان هياخد على الاقل من 10-20%، ده اكسبورت ريبيت او العائد من الحافز من الاستثمار. لو احنا هو بيصدر ب 200,000
فهو لما يجي ياخد 200 هتبقى 240,000. طب هو عايز ال 240,000 ولا مش عايز ال 240,000؟ كنت هتاخده منه كام ضرايب بقى؟ كنا هناخد منه 10% ضرايب، 22% ضرايب. طيب لا 22 يعني على مش على مش على التوتال انكم، يعني هو في كوست اوف دوينج بزنس، فكل اللي كان هيدفعه ضرايب كان كلام بسيط قوي، بس طيب. كان هو يطلع كسبان من المعادله دي. إذن احنا على الاقل 30,000 دولار قدامنا يعني بنقول ان عندنا في حاجه محتاجه الدراسه، ان احنا عندنا شباب مختلف بقى، مختلف عن اجيالنا، عنده قدره ان هو ينطلق في الافاق الواسعه بتاعه العالم، وانا سعيد جدا ان حضرتك شايف ده وبتقول ان هم هيبقوا بيدخلوا جوه حاجه تشجعهم مش تاخد منهم، لان متهيألي ثروتنا هي شبابنا. احنا الغرض من اللي احنا بنعمله مش اننا ناخد من الشباب، ولكن ان احنا ننظم هذه الاعمال علشان خاطر يقدروا يشتغلوا تحت المظله دي، مظله منظمه، عشان خاطر يقدر ان هو يصدر بشكل اكبر، ويقدر ان هو يبقى تحت الفورمال ايكونومي او الاقتصاد الرسمي. طيب هنروح لفاصل ونرجع مع رساله من محمود بيقول فيها برمجيات ايه ده النت اسوأ سرعة على مستوى العالم. القاكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليق خارج سياق الحوار بتاعنا، عايز اقول بس النائب المحترم اللي طالع على واحدة من القنوات يهاجمنا لاستضافتنا الدكتور يوسف بطرس. سيادة النائب لما تحب تهاجم بتعالى عندنا هاجم، هنسيبك تهاجم برضو والله يعني، وببلاش على فكرة. معالي الوزير مهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، قبل الفاصل كان جات لنا رسالة بتقول برمجيات ايه وسرعة الانترنت عندنا. شوف انا هقول لحضرتك على حاجه، هو سرعه الانترنت عندنا مش اسوا السرعات في العالم ولا حاجه، هو يعني ايه على حسب اللي بعت لحضرتك الرساله ده واخد انترنت بسعه قد ايه، لان المشكله الكبيره ان في ناس بتاخد ساعات انترنت قليله ثم تتوقع انها يبقى سرعات عاليه. سرعات النهارده في الانترنت بقت سرعات فيها باقات، حتى الانترنت الارضي بقينا بنصل ل 8 ميجا وال 16 بس ميجا. بس هل بناخد ال 8 فعلا او بناخد ال 16 دلوقتي؟ ال 8 وال 16 في الاماكن اللي تم تحديثها هي بناخد ال 8 وبناخد ال 16. هل احنا وصلنا للتحديث على مستوى الجمهوريه كله؟ احنا بالحقيقه بنشتغل على خطه تحديث، والتحديث ده اللي هو نشر الالياف الضوئيه. نشر الالياف الضوئيه، بننشر الالياف الضوئيه بالامسان لغايه اقرب مكان للمنازل، وبعدين بعد كده بنصل الى اللاست مايل او الجزء الاخير بالكوبر. احنا عندنا طبعا مشاكل كبيره جدا، كان عندنا مشاكل كبيره جدا في موضوع التوصيلات في المنازل، لان هناك بعض المنازل اللي كانوا بيعملوا السلوك هم في الداخليه بطريقتهم الخاصه، هناك بعض البوكسات اللي كانت مهمله بطريقه كبيره. احنا تقريبا عملنا 80% احلال لكل البوكسات وكل الشبكات الخاصه. يعني حجم رضا حضرتك عن الانترنت في مصر، انا واحد من الناس بقول كمستخدم للانترنت بقول انها في خلال الست شهور اللي فاتوا حصل فيها تحسن ملحوظ، وزي ما حضرتك قلت اماكن واماكن تمام، لكن يعني حضرتك حجم رضاك عنها ايه؟ لسه مش راضي عنها، لان احنا لسه قدامنا حوالي سنه كمان عشان خاطر الانترنت نكون خلصنا كل التحديث كده، نخش على الفايبر تو هوم. الفايبر تو هوم هتبقى في كل المناطق الجديده، كل يعني العاصمه الجديده كلها هتبقى فايبر او فايبر تو اف تي تي اكس، يعني فايبر تو هوم للبيت للمكتب للشركه للاوتيل لكل حاجه. فهتبقى السرعات سرعات كبيره، يعني تتراوح من 50 ل 100 ميجا، ممكن ل 100 ميجا. المدن الجديده يعني احنا بنتكلم عن مدن جديده كثيره بتنشا في هذه أثناء، هتبقى كلها عبارة عن فايبر. السنة اللي جاية التحسن هيبقى تحسن أكبر بكثير إن شاء الله. إن شاء الله.
طيب خلينا نرجع كده حضرتك. في لقائي بالرئيس عبد الفتاح السيسي كان من حوالي 8 شهور، الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن قواعد البيانات الموحدة، وقال ان هناك أهمية كبرى لتنفيذ موضوع ان يبقى عندنا قاعدة بيانات او قواعد بيانات موحدة عشان خاطر نقدر نحن نتخطى الكثير من المشاكل، نحل مشكلات خاصة بالدعم وغيره، وفي نفس الوقت عشان خاطر نقدر نبني دولة حديثة تديرها حكومة ذكية. وصلنا لفين كده؟ شوف هقول لحضرتك، هو هناك يعني لازم طبعا يعني انوه ان هناك إرادة سياسية من السيد يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أهمية توحيد قواعد البيانات وتنقيط قواعد البيانات ليكون لدينا قواعد بيانات دقيقة يمكن بها اتخاذ قرارات أقرب ما يكون إلى الصحيحة في وقت قصير. الحقيقة دي حاجة مهمة جدا واستراتيجية لدولة. والدول الحقيقة لما نيجي نشوف المحاور الأساسية اللي بتبنى عليها الدول، واحدة من أهم هذه المحاور هي قواعد البيانات الدقيقة الصحيحة. حقيقة احنا كنا كلفنا من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن نبدأ ان احنا نجمع بعض قواعد بعض قواعد البيانات الموجودة على مستوى المنتشرة على مستوى الجمهورية، ونعيد هيكلة هذه القواعد بشكل سليم، والحقيقة نبدأ نربط هذه القواعد البيانات بعضها ببعض للحصول على قواعد بيانات سليمة. يعني ايه؟ يعني كان عندنا قواعد بيانات كثيرة متفرقة الحقيقة يا أستاذ أسامة على مستوى الجمهورية في قطاعات مختلفة. هذه القواعد الحقيقة ما كانتش مربوطة بعضها ببعض، وما كانتش ليها يعني حاجة واحدة بتربطها، زي مثلا الرقم القومي، ما كانش فيه الرقم القومي، ما كانش بيربط هذه القواعد البيانات. ممكن أدي لحضرتك أمثلة عن قواعد بيانات زي قواعد البيانات الخاصة بالتموين. لما نبص على قواعد البيانات الخاصة بالتموين هنلاقي إن كان عندنا قواعد بيانات في التموين موجودة في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والتنمية الإدارية، كان في قواعد بيانات موجودة في وزارة التموين، كان في قواعد بيانات يعني موزعة على الشركات الخاصة. بس اللي كانت موجودة في وزارة التخطيط وفي التنمية الإدارية دي هي الأشمل، هي اللي شاملة الباقي الوزارات التموين وغيره، يعني هي لأن كانت متهيألي وزارة التخطيط بدأت الخطوات دي. هو خليني أقول لحضرتك يعني إيه القواعد، كانت قواعد البيانات فيها بيانات متباينة، البيانات فيها بيانات ما كانتش مربوطة بالأرقام القومية، كانت القواعد دي مختلفة عن القواعد اللي موجودة في المكان زي مثلا وزارة التموين أو في الشركات حتى اللي هي المقدمة، ثلاث شركات المقدمة لخدمات التموين والخبز وخلافه. لما نيجي نربط هذه القواعد، احنا كان عندنا ربط بقواعد بيانات مهمة زي قواعد بيانات الرقم القومي، ازاي نربط الاسم والقيد العائلي، ازاي نقدر يبقى عندنا نرسم قيد عائلي لكل عائلة ولكل أسرة وعائل أسرة علشان خاطر نقدر نربطهم بالرقم القومي والأرقام القومية المختلفة، عشان خاطر يبقى عندنا قواعد بيانات. هذه القواعد بتعكس بشكل واضح الأعداد أو أعداد المستفيدين من الدعم الخاص بالتموين، وقواعد بيانات أخرى بتعكس الشكل الحقيقي الصحيح للمستفيدين من مثلا المرور أو الخدمات المرورية، وقواعد أخرى تكون صحيحة من للمستفيدين من الدعم الخاص بالوقود، وقواعد جديدة أو قواعد أخرى مربوطة بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وخلافه، وقواعد مربوطة بقواعد الرقم القومي والقيد العائلي. احنا قدرنا خلال الفترة اللي فاتت دي نجمع اكتر من 24 قاعدة بيانات، قدرنا ان احنا نعمل ماتشنج ما بين كل ما هو موجود او يعني تقارب لما كل ما هو موجود في هذه القواعد البيانات، قدرنا ان احنا نحصل على معلومات هذه المعلومات، معلومات الحياة منقاة، ده اللي بيسموه الكلينزنج او تنقية البيانات او المعلومات، قدرنا ان احنا نحصل على كمية معلومات، نشوف ازاي نقدر نبني الشبكة الخاصة بالجي تو جي او الجوفرمنت تو جوفرمنت اللي هو ربط قواعد البيانات الخاصة بالحكومة مع بعضها، عشان خاطر بعد كده نقدر ننشئ ما يسمى بالسمارت جوفرمنت.
السمارت جوفرمنت بتنشا ازاي؟ بتنشا ان يبقى عندنا الاول قواعد بيانات بديتا او معلومات، هذه المعلومات تكون معلومات صحيحه نقدر ان احنا نحدد عليها الخدمات التي تقدم للمواطن، والخدمات دي بتقدم للمواطن من خلال قطاعات مختلفة، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع الدعم أو قطاع الخاص بالضمان الاجتماعي، أو قطاعات كثيرة جدا، قطاع الخاص بالزراعة لو احنا بنتكلم عن الحيازة الزراعية والأسمدة وخلافه، قطاع الخاص بالمرور والتموين السيارات. الحقيقة احنا قدرنا ان احنا نربط كل هذه القواعد ببعض خلال الفترة الماضية، واحنا دلوقتي بصدد ان احنا ننشئ ما يسمى الكريتيكال باس او السيرفيس باس جيت واي، علشان خاطر نقدر ان احنا نفعل كل الخدمات الخاصة بالمواطن وبالحكومة الذكية. طيب عشان بس احاول ان انا افهم الاول قبل ما اقول ان اقربها لمنظور المواطن، ان انا برضو لسه في الدنيا تايهة من عندي. اتفضل. حضرتك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا معلومات لديها تكليف من السيد الرئيس بانشاء قاعدة البيانات الموحدة. بانشاء قاعدة البيانات الموحدة وعمل الانتجريشن ما بين قواعد البيانات اللي موجوده بينها وبين الاخرين، مش قواعد البيانات الاخرى ال 24 اللي حضرتك بتقول عليهم دول كلهم في الاخر هيبقوا قاعده واحده؟ لا، قواعد البيانات دي هتبقى قواعد بيانات موجوده في اماكن مختلفه، كل وزاره هي المالك لقاعده البيانات بتاعتها. يعني التموين لكن هناك عنده قاعده البيانات بتاعته الصحه هيبقى عندها بتاعته، التضامن هيبقى عنده بتاعته، وفي الاخر في داتا سنتر كبير، الداتا سنتر ده هيبقى فيه كل قواعد البيانات الخاصه بالمواطنين المصريين، اللي نقدر بعد كده اي حد عايز يعمل تشيك او كروس تشيك على اي من قواعد البيانات او اي من المعلومات يقدر ان هو يلجا للديتا سنتر ده. احنا بننشئ ديتا سنتر كبير في مدينه برج التكنولوجيه ببرج العرب، الحقيقه هتبقى ديتا سنتر يمكن هيبقى الاول من نوعه في مصر، هيبقى تير 3 ديتا سنتر، ده هو هيبقى الاول من نوعه في مصر، لاول مره هننشئ مثل هذه القواعد البيانات. طيب تاني برضو عشان خاطر برضو تبقى واصله دي، انا النهارده انا المواطن اسامه كمال عندي ملف موجود في المرور وعندي ملف موجود في الاحوال المدنيه وممكن يكون حاجه في التموين عشان انا ضارب بطاقه التموين مع اني غير مستحق، ويكون عندي كارت بنزين، ويكون عندي كذا وكذا وكذا. النهارده عشان الكلام ده كله يظهر لما يجوا يقولوا حاله هذا المواطن انه يتلقى الدعم في كذا وانه يملك كذا وان عنده بيت وان عنده ايه وان عنده وان عنده، الكلام ده مش هيظهر الا في حاله انه يبقى بيدوروا على اسامه كمال بشكل يدوي، ولا هيبقى باين قدامنا النهارده جموع المواطنين واضحه قدامي، عندي خريطه واضحه تقول لي المواطنون يتلقون وحالتهم ووضعهم؟ هيبقى عندي خريطه واضحه لكل الخدمات التي تقدم لكافة المواطنين اللي موجودين في مصر على جميع مستوياتها. لو حضرتك عندك عايز تقدم على بطاقة تموين، عشان خاطر تقدم على بطاقة تموين يجب أن تكون مستحق لهذه البطاقة التموين، فلازم يكون في الشروط والمواصفات بتاعت حضرتك تكون موجودة على القواعد البيانات، ويتم مضاهتها بقواعد البيانات. نقول والله إذا كان الأستاذ أسامة كمال يستحق هذا الدعم او لا يستحق، وانا اؤكد عليك انك لا تستحق التموين. يا فندم ده تذكره الدخول بتاع التزحلق في المول اللي في وشنا ده قال لك من 300 جنيه ل 900 جنيه، لا مستحق للدعم على الاقل في التزحلق. لو حضرتك ده بقى ده بيتقدم التزحلق على الجديد. طيب يعني اخشى ما اخشى اننا نعمل قواعد البيانات وتعمل حركة الديتا سنتر، وطبعا احنا يعني عشان نبقى متفقين الوزير او المسؤول لما بيعمل للفتره اللي هو متولي فيها المسؤوليه وللمستقبل، ومفيش حد مخلد في مكانه. انها بعد كده تبقى موجوده عند الحاجه فلان او الحاج فلان اللي قاعد جوه الوزاره الفلانيه قافل على البيانات على الكمبيوتر بتاعه، واللي عايز حاجه لما الوزير يعوز منه حاجه يبعت يقول له يا استاذ فلان ابعت لي البيان الفلاني، وما تكونش متاحه لكل من يعمل في الحكومة بمستويات تشفير مختلفة على قدرة كل واحد ان يدخل يشوف البيانات. الحقيقة أستاذ أسامة بصراحة يعني أنت بتتكلم عن زمن مضى. يعني بصراحة يعني متأكد؟ أنا متأكد 100%. حضرتك بتتكلم عن حكومة أو عن دولة
هذه الدولة، ويمكن أنا ذكرت لحضرتك هناك الإرادة السياسية إن بتقول إن إحنا بنجمع قواعد البيانات، أن قواعد البيانات دي هتبقى موجودة في داتا سنتر. هذا الداتا سنتر ليس تحت إمرة أي وزارة من الوزارات، وإنما هي ملكية للدولة، الأكسسابيليتي بتاعتها. عشان كده إحنا قلت لحضرتك إن في قواعد بيانات متوزعة على الوزارات المختلفة، كل له قواعد بيانات، ولكن هناك داتا سنتر اللي هي بتعمل الأبديتنج بتاع كل قواعد البيانات لحظيا، علشان خاطر بعضها لحظيا وبعضها في اخر اليوم على حسب اذا كانت الابلكيشنز او التطبيقات دي كريتيكال او لا. لكن اللي حضرتك بتتكلم عليه مع احترامي الشديد هو كلام كان بيعمل به في الماضي، لكن اللي احنا بنعمله ليس معمولا به اليوم. لا، احنا بنبني دولة وبنبني قواعد بيانات على اسس، هذه الاسس اسس مختلفة واسس سليمة. يعني لن يكون معمول بالشكل القديم ده في المستقبل، ولكن في الحاضر ما زال موجود، ونحن يعني نتحدث القواعد البيانات اللي موجودة دي قواعد بيانات متاحة للجميع، وليست حكرا على أحد ولا أحد، لا مدام فلان ولا مدام فلانة ولا بتاع فيها. احنا دي تحت مظلة، هذه المظلة هي مظلة الدولة وليست تحت إمرة أي وزارة، بما فيهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اوكي، خليني ادخل على موضوع تاني مهم جدا نتكلم عنه. انا مصدق حضرتك طبعا. لا اصل حضرتك يعني ما لا انا اصل يعني في حاله في بالي بس مش عايز اقولها، فممكن اقولها لحضرتك في الفاصل عشان خاطر مش عايز اقولها على الهواء، لانها تخص احدى الوزارات، يعني لان لسه شايفها بعيني من اسبوع، يعني قد تكون حاله شاذه بس اللي موجوده هنا. في التقديم لحضرتك كان في تقرير يتحدث عن مناطق التكنولوجيا. أيوة. اخر لقاء ليا مع حضرتك على الهواء كانت مناطق التكنولوجيا كانت لسه في البايب لاين، كان الرئيس اعلنها وكنا لسه ما اكتملتش، ثم افتتحها الرئيس في نهايه شهر نوفمبر الماضي. أيوة. المنطقتين التكنولوجيتين، والقى على كتفيك بعبء مناطق تكنولوجيه اخرى. احكي لنا، في خلال اقل من سنه تم تنفيذ منطقتين تكنولوجيتين، بمعنى ايه تنفيذهم؟ يعني عايزين نعرف يعني ايه تنفيذهم، ايه اللي حصل جواهم، وايه الجديد، وهيخلصوا امتى؟ طب خليني اقول لحضرتك ان طبعا يعني كان في تكليف من السيد الرئيس بالانتهاء من المنطقتين التكنولوجيتين اللي هي في برج العرب وفي اسيوط في خلال سنه. هي خلال السنه دي كانت طبعا يعني العمل كان عمل دؤوب من شركات مقاولات كبيرة جدا جدا علشان خاطر نقدر ان احنا نشتغل ونخلص هذه الاعمال في سنة. الاعمال برج العرب دي برج العرب، وشوف حضرتك دي كمان ده مهم جدا حضرتك تشوف اللوحات والشركات، لان دي الشركات كلها هي شركات تم توقيع العقود معاها، والمفروض انها هيتم تسكينها خلال الثلاثة اسابيع القادمة. ده المبنى ده هو المبنى الخاص بمركز خدمة المواطن، وهو مبنى على 1500 متر، يمكن حضرتك هتشوفه من جوه شكله عامل ازاي اهو. احنا بنتكلم عن 11 مبنى موجودين في اسيوط، و10 مباني موجودين في برج العرب. الحقيقه لما نيجي نشوف نسبه التسكين اللي موجوده طبقا للعقود المبرمه في اماكن زي مثلا الاوت سورسنج او التعهيد، احنا عندنا في المكانين حوالي 100% مش حوالي 100% يعني متسكن في التعهيد. اما بالنسبه للشركات الاخرى فاحنا عندنا من 70-80% النهارده ابتدينا التسكين بتاعه. الحقيقه الانجاز ده انجاز كبير. ده برج العرب واسيوط نفس الوضع. وعندنا كمان في اسيوط النهارده احنا بنبني المصنع الخاص في مصانع دلوقتي بتتبني جديده. مصانع يعني المناطق التكنولوجيه دي مش بس حاجات اداريه وتطوير، ده فيها مصانع كمان. لا هي المناطق التكنولوجيه الحقيقه هي زي ما بنقول عليها اتس ان انتجريتد كومباوندز او انتجريتد تكنولوجي باركس، فيها المباني الاداريه، فيها المباني الحكوميه. يعني احنا عندنا بعض
المباني الحكوميه زي ما بدانا كده في السمارت فيليج. عندنا الان تي ار اي بدل ما كانوا في اسكندريه وفي اسيوط عندهم 3 4 شقق بقى عندهم مكان، المكان ده مكان مهم لتوزيعنا على مستوى الجمهوريه. عندنا الانوفيشن سنتر، عندنا مكان للابداع ورياده الاعمال هنا وهنا، خلي بال حضرتك دي كور من البيزنسز بتاعتنا. عندنا تريننج سنتر او عندنا مراكز للتدريب موجوده في برج العرب وموجوده في اسيوط. عندنا طبعا المراكز الخاصه بخدمات المواطنين دي موجوده في برج العرب وهتبقى موجوده في كل من المناطق التكنولوجيه. عندنا مبنى للشركات الصغيره والمتوسطه، ده حضرتك اسيوط، ده مؤتمر التوظيف، والحقيقه ده يعني كان نجاح بكل المعايير وكل المقاييس، لان احنا جالنا حوالي 5000 واحد في مؤتمر التوظيف علشان خاطر يتم توظيفهم في اسيوط، وده في حد ذاته يقول لنا ان احنا رحنا للمكان المتعطش لانه يكون فيه فرص للعمل. يعني بلا شك حضرتك فكره المناطق التكنولوجيه انها تذهب الى مختلف بقاع مصر، يعني ده التفكير الصح، ان احنا مش عايز بقى كل حاجه تبقى في القاهره، بالعكس انا عايز اروح للناس اوفر لهم سواء مكان التدريب او مكان العمل او ده بشكل يبقى في كرامه للبني ادم اللي بيشتغل. يعني حضرتك كمان يعني احنا كنا بنشوف الناس بتهاجر من المحافظات الى القاهره بحثا عن فرصه عمل مناسبه. النهارده احنا بنوفر لهم نفس فرص العمل بنفس الشركات، بنفس الشركات العالميه. احنا مثلا المصانع اللي جايه وهي مصانع عالميه في اسيوط او في برج العرب او فيما بعد هيبقى في مدينه السادات وبني سويف اللي استلمنا الارض وهنبدا فيها خلال هذا الاسبوع عشان خاطر نبدا نبني. هذا هو التكليف الجديد للرئيسين للرئيس بمدينتين. سياده الرئيس كلفنا بمدينتين تكنولوجيتين على مستوى برضو الجمهوريه، في الدلتا واحده في الدلتا واحده في الصعيد، فاللي في الصعيد هتبقى في بني سويف واللي في الدلتا هتبقى في مدينه السادات محافظه المنوفيه. بس احنا الحقيقه جاي لنا العديد من الطلبات من المحافظين، يعني عندنا طلب من محافظ بورسعيد المحافظ اللواء عادل غضبان عشان خاطر يكون في مدينه تكنولوجيه في بورسعيد، جاي لنا طلب من محافظ اسوان، وجاي لنا طلب من محافظ المنيا ومحافظ الفيوم. حقيقه انت متخيل ان هيكون من المراحل الاولى دمياط ولا دمياط اجلت؟ هي دمياط الحقيقه احنا كان في الارض كانت ارض قديمه للقريه الذكيه، الارض هيتم استلامها خلال الثلاث شهور اللي جايين، وان شاء الله لو استلمناها هنبدا فيها مباشره. الحقيقه برضو احدى المدن الواعده جدا هي دمياط. انا بس عايز اقول لحضرتك ان طلبات المحافظين لانشاء مدن تكنولوجيه في محافظاتهم حقيقه ده دليل كبير جدا جدا اولا على وعي ووعي المحافظين بان هذه. طب هل المحافظين يعني وهم قبل ما يطلبوا ده كانوا درسوا احتياجات السوق عندهم؟ يعني جمله حضرتك بدراسه، والله انا في محافظه اسوان على سبيل المثال عندي الاحتياج الفلاني، عندي البيزنس، يعني قدموا بيزنس كيسز. الحقيقه هم يعني قدموا كل ما قدموه أن قدموا طلبات علشان خاطر يكون إحنا ندرس معاهم إن البيزنس كيس دي على فكرة مش إحنا اللي هم يقدروا يعملوها ولا إحنا كمان بنعملها، إحنا بنجيب شركات عالمية. يعني البيزنس كيس اللي اتبنى عليها فكرة المناطق التكنولوجية كانت شركة عالمية هي اللي جت وعملت أنا قصدي يعني في احتياج جوه المحافظة، يعني مثلا أسوان فعلا فيها احتياج للتكنولوجي ولا احتياج مثلا يبقى في مدينة حرفية او ايه؟ فهل درسوا اكيد؟ خليني اقول لحضرتك يعني الدراسات اللي هي اللي عندنا من الدراسات اللي كانت من الشركات العالميه بخصوص المناطق التكنولوجيه في المحافظات المختلفه، كل محافظه ولها طبيعتها. يعني هناك بعض المحافظات اللي السكان المحافظه، لان المحافظات دي محافظات سياحيه، سكان المحافظات بيتحدثوا اكتر من لغه، اللغات بتاعتهم لغات كثيرة. طب هل يمكن ان احنا نستغل هذه اللغات في تقديم خدمات اللي هي زي خدمات التعهيد البسيطة؟ يعني خدمات التعهيد البسيطة يعني اللي ما فيهاش تكنولوجي. طيب هل في المحافظة دي جامعة، هذه الجامعة بتخرج خريجين
من كليات الهندسة أو الحاسبات أو كليات أخرى يمكن استغلالهم أو استخدامهم أو استثمارهم في المناطق التكنولوجية عشان خاطر يعملوا في المناطق التكنولوجية. حقيقة لما نشوف مثلا محافظة زي محافظة الفيوم، محافظة زي محافظة أسوان، محافظة زي محافظة، في محافظات كثيرة جدا فيها جامعات، هذه الجامعات فيها خريجين الحقيقة على أعلى مستوى. أنا لازم أقول لحضرتك مثلا لو بصيت لي خريجي الجامعات في أسيوط، جامعة أسيوط، حقيقة لما بصينا على الكاليبرز ومستواهم، مستواهم العلمي عالي جدا جدا، عندهم خبرات، هذه الخبرات حقيقة ترتقي إلى مستوى التعامل مع الشركات الأجنبية. احنا بنتكلم في مصانع، هذه المصانع هتحتاج لمهندسين وهتحتاج لفنيين وعاملين، مصانع الإلكترونيات اللي هتبقى موجودة في برج العرب وأسيوط. هروح بعد إذن حضرتك لفاصل آخر، بس قبل الفاصل سريعا كده عندي سؤال من مروة عادل. طب يا باشمهندس ياسر، إزاي بتتكلم على البرمجيات وكل طلبة وخريجي حاسبات ومعلومات ليس لهم نقابة حتى الآن؟ نتكلم بعد الفاصل زي ما قال سيادة الوزير. افتتح اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل المركز التكنولوجي المتكامل لخدمة المواطن بحي الأسمرات بالمقطم. المركز ده يعني مركز له طبيعة خاصة لأن هو بيفتتح في مدينة الأسمرات، مدينة الأسمرات بتمثل للدولة في التحول من العشوائيات او السكن غير المنظم الى سكن منظم وسكن. يمكن حضراتكم شفتوا العمارات معموله على اعلى مستوى. مراكز خدمه المواطنين الحقيقه من اهم الخطوات اللي بتاخدوها الدوله وباراده سياسيه وتحت الحقيقه رعايه السيد الرئيس، ان احنا نقدم خدمات افضل للمواطنين، خدمات في مكاتب مجمعه. بنحول المجتمع من مجتمع ورقي إلى مجتمع ميكاني، وبعدين بنزيد الاستثمارات المستهدفة من هذا العمل، فضلا على أن احنا بنوفر الجهد والوقت بالنسبة للمواطن والموظف. احنا بادئين النهاردة بخدمات البريد اللي هي طبعا فيها المعاش وفيها المرتب وفيها وفيها وفيها، زائد ان فيها خدمات الأحوال المدنية، يعني الواحد يقدر يقدم كل خدمات الأحوال المدنية من خلال هذا المركز، وبالتالي خدمات الشهر العقاري كلها تبقى متاحه، وان شاء الله بعد كده خدمات المواطنين وخدمات الشركات. الخطوه الجايه على طول هنضيف خدمات التمويل العقاري، وبالتالي الاسكان الاجتماعي هيضاف الى هذا المكان، زائد الخطوه الجايه خدمات النيابات والمحاكم، وبعد كده ان شاء الله خدمات الاستثمار وخدمات الشركات بصفه عامه. مركز على اعلى مستوى، الخدمات كلها بقت خدمات مميكنه، المواطن بياخد رقم انتظار، بيقعد في مكان محترم يليق بيه لحد ما بتنادي عليه. تقديم الخدمه النهارده ما بياخدش اكتر من دقيقه. لو المواطن كان النهارده محتاج يتنقل ما بين كل الجهات دي، اكيد كان هياخد مجهود ومصاريف ووقت. النهارده في نفس المبنى عنده تقريبا اغلبيه الخدمات الحكوميه، ان شاء الله كل اسبوعين ثلاثه بنضيف خدمه جديده. تحرص الدوله على تيسير الخدمات الحكوميه المقدمه للمواطنين وتحويلها من خدمات ورقيه الى خدمات مميكنه، في خطوه تعد الاهم لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بمعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي. يعني خلينا قبل ما نرد على مروة، عايز تعليق حضرتك على ما شاهدناه دلوقتي في افتتاح مركز خدمة المواطن في الأسمرات. الحقيقة هو مركز خدمة المواطن نموذج مهم جدا جدا، وفي مدينة الأسمرات في حد ذاتها هو نموذج هام للتحول من العشوائيات إلى السكن المنظم. الحقيقة لما حضرتك تروح الأسمرات حاجة مبهرة،
البناء على أعلى مستوى. النهاردة مركز خدمة المواطن هو بيمثل نموذج آخر لتقديم خدمات متكاملة لكافة المواطنين القاطنين لمدينة الأسمرات، خدمات سواء كانت خدمات بريدية، خدمات زي خدمات الشهر العقاري، خدمات التمويل العقاري، خدمات خاصة بالدفع سواء دفع الكهرباء أو الغاز أو المياه أو خلافه. الحقيقة خدمات متكاملة، خدمات الأحوال المدنية، خدمات متكاملة على أعلى مستوى بتقدم لكل القاطنين. عندنا كم مركز خدمة مواطن في مصر؟ احنا بننشد أو الخطة بتاعتنا ل 412 مكتب على مستوى الجمهورية. ليه 412 مكتب؟ لأن احنا على مستوى الجمهورية عندنا حوالي 412 مكتب للشهر العقاري والمكاتب الأخرى الخاصة بالتمويل العقاري أو الخاصة بالضمان الاجتماعي أو خلافه، هي مكاتب أقل من هذا العدد ويمكن أن احنا نضم ليها مكاتب البريد. ليه مش هتتعاونوا مع القطاع الخاص في هذا الموضوع؟ الحقيقة احنا فاتحين القطاع الخاص، احنا ما نمثله النهاردة هو عبارة عن بناء لنموذج الدولة تنشئ هذه النماذج اللي هي الأربع نماذج اللي افتتحت أو الثلاثة افتتحوا اللي هي برج العرب وأسيوط والأسمرات ثم المعادي. احنا بنفتح الباب أمام القطاع الخاص إذا كان يريد بعضهم يريد الترخيص بس بالمواصفات اللي حضرتك شفتها النهاردة. حاطط المواصفات وبتقول للقطاع الخاص اهلا بيكم اشتغلوا بالمواصفات دي، حضراتكم عندكم المواصفات دي تقدر تاخد الترخيص وتعمل في هذا في تقديم مثل هذه الخدمات. دي هتبقى نوع من انواع المشاركه بين القطاع الخاص والحكومه. دي اللي هو البي بي بي او الببليك برايفت بارتنرشيب. احنا بس كان يهمنا ان احنا يكون عندنا نموذج. الحقيقه لازم اقول لحضرتك ان مكاتب خدمه المواطن او كان في بعض المناقصات الخاصه بتكوين بعض المجتمعات او الكونسورتيومز عشان خاطر التكتلات عشان خاطر ينشئوا مثل هذه المكاتب، والحقيقه كان هناك بعض التاجيل لهذه الفكره. فعملنا ايه؟ بدأنا احنا بنفسنا علشان خاطر ننشئ او نبقى عندنا القاعدة والنماذج اللي يمكن للقطاع الخاص. وانا من برنامج حضرتك النهاردة بأرحب بالقطاع الخاص ومشاركة القطاع الخاص في بناء مثل هذه المراكز. طب دي نقطة مهمة جدا يعني، ورسالة مهمة جدا انها بترسل للقطاع الخاص انه النهاردة الدولة لن تتحمل كل الاعباء ولن تحصل على كل الارباح، ولكن النهاردة القطاع الخاص ممكن يكون موجود يتحمل جزء من العبء مع الدولة، وفي نفس الوقت ان هو ممكن يقدم عمل جليل للمواطن المصري، وفي نفس الوقت يكون شيء بالنسبة له فيه هامش ربح جيد. ارجع لسؤال مروة عن موضوع النقابة. هي الحقيقة مروة بتسأل سؤال مهم جدا، وهي نقابة لل الحاسبات والبرمجيات. انا اللي انا عارفه ان كان هو طبعا كان في بعض المناقشات، واللي انا عارفه انهم في مشروع في مجلس النواب، والمشروع دلوقتي في ايدي مجلس النواب علشان خاطر ينظر في اقامه او عمل نقابه لخريجي الحاسبات والمعلومات. حقيقه هم خريجي الحاسبات والمعلومات كانوا دائما بيسعوا لإنشاء نقابة، وأنا يعني برضو بأؤيد أن يكون عندهم نقابة تمثلهم، لأنهم الحقيقة لا ينتموا إلى نقابة المهندسين ولا ينتموا إلى نقابات أخرى زي نقابة التجاريين، لأن طبيعة التخرج بتاعهم ودراستهم طبيعة مختلفة. فأنا طبعا بأرحب وبدعم أن يكون يعني كرة في ملعب مجلس النواب دلوقتي، يعني ده اللي اتقال لي أن في قانون أو في مشروع مقدم في مجلس النواب. طيب اسمح لي برضو دكتور معتز خرشد الحقيقة هو اللي بيقود هذه المجهودات عشان خاطر إنشاء النقابة. اسمح لي برضو يعني هقاطع اللقاء عشان عندنا خبر عاجل. مصدر أمني في الجيزة قال لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الشرطة قتلت 4 إرهابيين أثناء محاولة القبض عليهم في كرداسة. معلومات وردت لضباط قطاع الأمن الوطني أكدت اختباء 4 من العناصر الإرهابية الصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة داخل إحدى الأوكار بالكرداسة، وعقد تقنين الإجراءات الأمنية، وعند اقتراب القوات من موقع اختباء المجرمين بادروا بإطلاق النار تجاه القوات في محاولة للهرب
مما اضطر القوات الى مبادرتهم اطلاق النيران ومقتل 4 منهم، وعثر بحوزتهم على اسلحه ناريه وعدد كبير من فوارغ الطلقات. مصادرنا في دي ام سي اكدت هذا الموضوع وقالت ان واحد من 4 اللي قتلوا اسمه سامح محمد فرحات، عمره 30 سنه. معالي الوزير، يعني بمناسبه هذا الكلام وهذا الخبر المهم اللي جاي، تكنولوجيا المعلومات لابد ان تكون في خدمه امن البلاد. شايفين ان شويه شويه ابتدت تدخل في حاجات بنشوفها، شايفين التطوير الكبير اللي حصل في مطاراتنا على سبيل المثال، شايفين التطوير اللي بيحصل احيانا في المرور، شايفينها في بعض المنشآت الحيويه. امتى النهارده هنستشعر الدور الاكبر لتكنولوجيا المعلومات في مدننا وقرانا زي ما بنشوفها في لندن على سبيل المثال؟ الحقيقه هناك تعاون كبير جدا ما بين وزاره الاتصالات ووزاره الداخليه، يمكن كان في حتى لقاء يعني من حوالي 10 ايام ما بين وزير الداخليه وانا كنت في هذا اللقاء. الحقيقه احنا هناك اتفاق على بعض المشروعات الهامه جدا اللي تعتمد اساسا على تكنولوجيا المعلومات، سواء في زي ما حضرتك شفت قلت في المطارات او خلافه، على البوابات الخاصه بمصر او على البوردر كنترولز او على البوابات يعني المصريه. هناك كمان الكثير من القوانين البريه والبحريه والجويه. هناك كمان الكثير من المشروعات الخاصه بالتامين الطرق المختلفة، سواء التأمين عن طريق الكاميرات اللي بتنتشر في جميع أنحاء العاصمة أو الدولة. الحقيقة الكاميرات دي بتبقى موجودة بعد كده في كوماند اند كنترول سنتر، بنقدر ان احنا يبقى في عندنا قاعدة برضو من قواعد البيانات والمعلومات اللي هي بتاخد الفيشر ريكوجنيشن او التعرف على الوجوه. هناك الكثير من التعاون الذي بدا. احنا ماشيين بالخطى المطلوبه ولا يعني احنا متاخرين ومحتاجين نجري اسرع شويه؟ خليني اقول لحضرتك ان في بعض القطاعات احنا ماشيين بالخطى المطلوبه، وفي بعض القطاعات ودي بعض القطاعات اللي هي اللي لها اهميه قصوى، وفي للتعرض عشان خاطر التعرض للهجمات الارهابيه وخلافه، وفي بعض الاماكن الاخرى احنا واخدين اولويات. ففي اولويات مهمه هي دي اللي احنا بنشتغل عليها، والحقيقه بنشتغل عليها بسرعه جدا جدا، ووزاره الداخليه بتبذل مجهود كبير جدا جدا في هذا الاطار، واحنا طبعا لا ندخر وسعا في مساعده وزاره الداخليه لبناء هذه الشبكات، خصوصا شبكات المعلومات. طب بما ان حضرتك يعني اتكلمت عن الجوازات وكلمت عن الموانئ الدخول، الرئيس طالب بتفعيل موضوع الفيزا الالكترونيه في شهر مايو القادم كحد اقصى، هل احنا مستعدين؟ الحقيقه هو كان في المجلس الاعلى، اثناء المجلس الاعلى للسياحه برئاسه السيد الرئيس، السيد الرئيس كلف بسرعه الانتهاء من الفيزا الالكترونيه. الفيزا الالكترونيه الحقيقه مهمه جدا لتشجيع السائحين، لانها بتسهل كثيرا جدا جدا على السائحين. احنا كان سياده الرئيس طالب بان خلال شهر مايو او في شهر مايو يتم الانتهاء من او تقديم الفيزا الالكترونيه بالشكل الاولي يعني ايه الشكل الاولي؟ يعني تقديمها وربطها بكل قواعد البيانات والمعلومات في الجوازات. يعني حضرتك عندك الاولي هو النهائي مش كده؟ لا، الاولي حضرتك عندك هيبقى عندك داتا سنتر في الجوازات، ويبقى عندك ديزاستر ريكفري. احنا بنتكلم على الداتا سنتر الاولاني لغايه لما ننشئ الديزاستر ريكفري عشان خاطر يبقى عندنا الفيزا تبقى متاحه باسرع وقت ممكن. يعني هل ده معناه انها هتشتغل في شهر 5؟ هتشتغل في شهر 5، ويمكن لبعض الفئات المسموح لهم بأنهم يتقدموا للحصول على وبعض البلاد يتقدموا للحصول على الفيزا الإلكترونية، أنهم يخشوا على الإنترنت أو على الويب سايت الخاص بالفيزا الإلكترونية ويتقدموا للحصول على الفيزا الإلكترونية ويحصلوا على هذه الفيزا في بيوتهم ويطبعوها قبل ما يجوا إلى القاهرة. يعني نتمنى إن احنا ما نشوفش تجربة زي اللي حصلت في موضوع الإي جيتس عندنا في مصر. الإي جيتس عندنا في مصر اشتغلت شوية والناس دفعت اشتراكات وعملت ده عشان تشترك في الإي جيت في مصر، واشتغل أظن شهر ولا شهرين وبعدين
المطار وقفه. طب خليني اقول لحضرتك ان الاي فيزا هي جزء من مشروع كبير جدا. المشروع ده بيحوي الاي جيت كمان، لان المفروض ان يبقى فيه عندنا ابلكيشن او تطبيقات. هذه التطبيقات تكون تطبيقات متكاملة. هيبقى عندنا الاي فيزا، هيبقى عندنا الاي جيت، هيبقى عندنا الاي ريزيدنسي او اللي يبقى الاقامه، الاقامه اللي هي التقديم على الاقامه برضو، التقديم على الاقامه وشكل الاقامه كمان تبقى اقامه الكترونيه، يقدر المقيم يخش ويطلع الكترونيا، وممكن ان احنا نجيب كل المعلومات بالدخول والخروج وخلافه. هي احنا بناء دلوقتي في خطه لبناء منظومه. هذه المنظومه قد تكون من او هي من احدث المنظومات على مستوى العالم. يعني حضرتك اذا قارنت هذه المنظومه بمنظومات كثيره في مطارات كثيره في على مستوى العالم وبلاد حضرتك يعني شفتها، هتلاقي ان هذه المنظومه هتكون على نفس القدر او اعلى. ان شاء الله تبقى اعلى، لان احنا بدانا بعدهم، فاحنا بناخد احدث ما هو موجود في العالم من تقنيه بعد ما هم كانوا طبقوا تقنيات اقدم. احنا الحقيقه يعني بناخد الليتست تكنولوجي او يعني احدث تكنولوجيا موجوده في هذا الاطار. والنظام نظام مهم جدا جدا لاحكام السيطره على المنافس بتاعتنا. طيب سريعا كده، يعني عايز اعرف من حضرتك، طبعا احنا تابعنا كثيرا جدا ولفتره طويله موضوع الرخص في التليفون المحمول، الاربع رخص، وكانت معركة كبيرة جدا خرجت فيها الدولة محققة اكبر استفادة لنفسها وللشركات العاملة، سواء الشركة الوطنية او الشركات الثلاثة العالمية اللي موجودة في مصر. ولكن الناس كانت متوقعة، الناس خدت الرخصة نلاقي تاني يوم الخدمة اشتغلت، فالخدمة ما اشتغلتش، فقال لك اصل الناس ما خدوش الترددات. طب الناس ما خدوش التردد، طب الناس دفعوا ثمن الترددات. لا، ما اصل هم ما دفعوش لسه. لا، اصل هم دفعوا. ايه الحقيقه؟ طب خليني اقول لحضرتك، طبعا يعني انا متشكر ان حضرتك يعني ذكرت هذا الموضوع. الموضوع ده كان موضوع مهم جدا. زي ما حضرتك عارف ان الجيل الرابع كانت مصر متاخره فيه كثيرا جدا. اتاخرنا حوالي مثلا 6 سنوات في لتقديم خدمات الجيل الرابع. احنا كنا واحده من ست دول على مستوى 156 دوله في العالم دخلوا الجيل الرابع. كانت مصر لسه ما دخلتوش. الحقيقه كان هناك اراده برضو من الدوله واراده سياسيه بان الجيل الرابع وخدمات الجيل الرابع مهمه جدا لكي تقدم خدمات افضل للمواطنين، ومهمه جدا كمان لما لها تاثير اقتصادي على الدوله. لما نيجي نشوف التأثير الاقتصادي، هناك تأثير اقتصادي كان تأثير إيجابي جدا، وهو الأسعار الخاصة بالتراخيص أو ما حصلت عليه الدولة نتيجة هذه التراخيص، وهو 1.1 مليار دولار، كلها قادمة من الخارج. يعني كلها كانت فورين دايركت انفستمنت قادمة من الخارج، وهي لأول مرة في تاريخ الرخص ان كل الاموال الخاصة بالرخص تكون بالعملة الصعبة وتكون جاية من الخارج. قبل كده في الرخص السابقة كانت بتبقى بالعملة المصرية، كلها بالعملة المصرية. المرة دي احنا قلنا في 1.1 مليار دولار دخلوا بالعملة الدولار الاجنبية، و10 مليار جنيه دخلوا بالعملة المصرية. طبعا ده كان من الانجازات الكبيرة والعائد الكبير على الاقتصاد القومي، كان يساوي او اكثر من اسعار التراخيص والترددات اللي هي من اول تحرير قطاع الاتصالات سنة 97 لغاية ما خدنا الرخصة. الرخصة في اطارها ليست فقط ترخيص قدام فلوس، هي الرخصة في اطارها هي ترخيص. الترخيص ده له قواعد وقوانين وشروط، وحصول على ترددات. هذه الترددات يتم إخلاءها من أجهزة موجودة بالفعل. عشان خاطر تتم إخلاء هذه الترددات من هذه الأجهزة يجب أن تتم على مراحل. هذه المراحل مراحل متفق عليها مع الشركات، وهذه المراحل كمان بتبقى مراحل أولا لأنهم ياخدوا الترددات، ثم المراحل دي تبقى على مستوى محافظات محددة ثم تنتقل إلى محافظات أخرى. فالعمل
واحد ياخد الرخصه ينزل يسوق تاني يوم، لا العمل ان هو لازم يشتري العربيه، هي ياخد يستلم العربيه ويرخصها. الاول طبعا الاول لازم تكون اخلاء هذه الرخص عشان الترددات. هل ده متفق عليه مواعيد؟ يعني هل موجود جوه التعاقدات ما أيوة. يقول ان هم الترددات هيستلموها في شهر ايه؟ الـ الـ الإجابة نعم يا فندم، موجودة ومتفق عليها، وهي 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد، اللي هو أظن التوقيع ده تم من حوالي في مايو. في مايو برضه. بس احنا يعني بنحاول ان احنا نعمل نخلي الحاجات دي قبل كده ان شاء الله. طيب يبقى النهاردة الشركات، شفنا بعض الشركات فجأة عملت تشغيل تجريبي، وحضرتك قمت او قام الجهاز، مش حضرتك بمعنى صح، جهاز تنظيم الاتصالات باختار هذه الشركات بالتوقف عن التشغيل التجريبي، وبعض الناس قالت ان سوء الخدمه اللي حاصل النهارده سببه ان الشركات سحبت الجيل الثالث والثاني والترددات بتاعتها وحطتها في الجيل الرابع. الكلام ده صحيح؟ الكلام صحيح، ان بعض الشركات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأت في عمل بعض التجارب، واحنا كان في اتفاق ان احنا هنعمل تجارب للتأكد من ان الترددات والتأكد من ان الخدمات هتقدم بشكل جيد حين اطلاق الخدمة، فبدون ما يكون في تنسيق مع الجهاز القومي. فقام الجهاز القومي للاتصالات بمخاطبة الشركات عشان خاطر يوقفوا هذه التجارب، لانهم كانوا بيعملوا التجارب على الترددات اللي هم بيملكوها القديمه، وده اثر على الخدمات لانهم كانوا بيعملوها بشكل عشوائي. النهارده احنا في علاقه ما بين او في مراسلات وخطط ما بين الجهاز وما بين الشركات لعمل هذه التجارب للتأكد من فاعلية الخدمة بمجرد إطلاقها، بس بشكل هذا الشكل، شكل منظم وشكل منظم. بس الخدمة طبعا أكيد حضرتك مش راضي عنها. أكيد أكيد، والخدمة هتختلف اختلاف كبير جدا جدا بعد إتاحة الترددات. يعني بمجرد إتاحة الترددات لهذه الشركات، للشركات العاملة، المستخدم حقيقة هيشوف تغير كبير جدا جدا في حتى في خدمات الصوت، في يعني في الصوت وفي نقل البيانات والمعلومات والميديا، سواء الميديا ستريمينج او الفيديوهات او اي حاجه. هي السرعات هتبقى سرعات عاليه جدا، والكواليتي هتبقى كواليتي عاليه. اللي هيبقى فيه احنا لسه هيبقى فيه عندنا الجزئيه بتاعت الدروب كولز والكلام ده كلها هتقل بشكل كبير جدا، عشان خاطر التداخل ما بين سيل وسيل. اللي بتقطع في النص واحنا ماشيين في الطريق، لان الطريق عشان خاطر التداخل ما بين السيل والسيل، بس دي هتقل بشكل كبير جدا جدا. طيب وسام موسى كانت بتسال بتقول الشبكه الرابعه هتشتغل امتى؟ الشبكه الرابعه هم دلوقتي في اطار المناقشات مع الشركات الثلاثه للحصول على التجوال المحلي. فهناك اتفاقات تجاريه ما بين الشركه المصريه للاتصالات والشركات الثلاثه. هناك طبعا كان المفروض انه يطلق الخدمه في او يكونوا مستعدين خلال شهر مارس، خلال هذا الشهر او اخر هذا الشهر. احنا لسه هم بيتفاهموا على او بيتفاوضوا على الناشونال رومينج او التجوال المحلي عشان خاطر يبداوا باسرع ما يمكن. يعني المساله مساله شهور قليله، اسابيع قليله، ام نهايه العام؟ شهور قليله. هتوقف مع فاصل اخير ونرجع نستكمل هذا الحوار مع معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، عشان نساله عن جزء بقى خاص. يعني هو ادالنا كده في البدايه كلمه الشمول المالي وقررنا ان احنا ناجلها، وعندنا اعلن عن المجلس الاعلى للمدفوعات، وبنتكلم على وجود الاسئله اللي جايه من عند حضراتكم اللي بتتكلم عن الحوكمه الالكترونيه، والاسئله اللي جايه بتتكلم عن دور البريد في مصر. كل ده اعتقد ان هو تحت هذا العنوان الهام اللي هنتحدث فيه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بمعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي. عبد الحميد الشورى بالمناسبة بس بيسأل هل خلق ربط بين قواعد البيانات أمر صعب؟ طبعا جاوبنا على ده. فين وزارة الاتصالات من تطوير منظومة القضاء المصري؟ ده سؤال مهم جدا جدا، بس أنا أحب أطمنه أن وزارة الاتصالات مع المنظومة القضائية كلها، احنا عندنا مشروع ضخم جدا. المشروع ده هو مشروع إنفاذ القانون، وهو ميكنة كافة المحاكم المصرية، ميكنة النيابة. الحقيقة يعني السيد النائب العام هو يعني أنا يعني مضيت معاه البروتوكول أو بروتوكول التعاون. هناك النيابة العامة، كافة المحاكم المصرية، كمان هناك بعض الخدمات اللي بتقدم للمحامين. هناك ربط كمان هيبقى ما بين أقسام الشرطة والنيابة علشان خاطر نضمن بأن كل النظم مميكنة. بدأنا العمل ده منذ حوالي سنتين. النهاردة احنا عندنا اسكندرية بنخلصها بالكامل، ربط ما بين النيابة مع أقسام الشرطة مع المحاكم، ودي البايلوت. والحقيقة اسكندرية عدد المحاكم فيها عدد محاكم كبير، والنيابات وأقسام الشرطة. كمان بدأنا في القاهرة في التجمع الخامس، وهنبدأ ان احنا نميكن كافة المحاكم. ده هيساعد في اجراءات القضية طبعا، ده هيساعد في الاجراءات من اول المحاضر الشرطة، والتأكد من ان محاضر الشرطة بتدار بشكل هذا الشكل، في الكثير من الشفافية. مفيش هيبقى اي تغيير في اي محضر للشرطة، لان المحاضر هتبقى محاضر مفيش تجاوزات الكترونية، مفيش تجاوزات. الحقيقة ده بيخدم اولا السلطة القضائية، بيخدم المواطن طبعاً. عشان خاطر احكام الشفافية، وبيخدم قطاع الشرطة كمان عشان خاطر قطاع الشرطة يقدم هذه الخدمات للمواطنين على احسن وجه. فانا متشكر جدا للسؤال ده، لان هذا المشروع من اهم المشروعات اللي بتعمل فيه وزارة الاتصالات. طيب سحر زغلول، ما اعتقدش ان حضرتك هتقول لها متشكر، بس خلينا انا اللي اجاوب نيابة عن حضرتك، لانها بتسأل على، لان حضرتك اتكلمت عن العاصمة الادارية، فبتسأل عن متى يتم طرح الاراضي بالعاصمة، وسعر المتر، ومستويات الشقق، سعر المتر، والمناطق خضراء ولا لا. يعني احنا كان عندنا حوار حول هذا الموضوع استاذ سحر مع الوزير المختص، وهو وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة دكتور مصطفى مدبولي، ومفيش مانع ابدا ان احنا نطلب من الدكتور مصطفى ان يكون ضيفنا برضو ونتكلم في هذه الامور، ولكنها لا تخص معالي الوزير ياسر القاضي. احنا بنرحب بيها في النولج سيتي، لان النولج سيتي هيبقى فيها سكن، هيبقى فيها سكن، وهيبقى فيها كل حاجه. احنا بنتكلم عن الحقيقه مدينه متكامله. هذه المدينه زي ما حضراتكم شفتوا معارضنا، هيبقى فيها اكتر من تننت او اكتر من، بس فيها سكن. فيها سكن، هيبقى فيها متر بكام؟ هيبقى فيها سكن، والله لسه لم نعرض المتر، لكن احنا نقدر نقول لها ان هيبقى حجم المناطق الخضراء، سواء اذا كانت خضراء او الجناين او المنتجعات، هيبقى حجم المباني حوالي 22-23%، وباقي المساحه هتبقى مساحه للخدمات والمناطق الخضراء. طيب يعني ونحن نرحب به. ايوه، وهتبلغنا حضرتك باسعار المتر وحضرتك اول ما نخلص احنا هنرحب بال، طيب بحضرتك ومشاهدي مساء دي ام سي عظيم. مجموعه الاسئله الثانيه مرتبطه باللي احنا هنتكلم فيه. عبد الرحمن الطنطاوي بيتكلم، بيقول لماذا الكروت الذكيه منفصله وممكن تكون في كارت واحد؟ احمد رمضان بيقول امتى وزاره الاتصالات هتعمل حوكمه الكترونيه على كل وزارات الدوله؟ كنان العربي، ما هي اخر مراحل تطوير البريد المصري خاصه اعداد الموظفين تكنولوجيا وتفادي الاخطاء المتكرره ولا لا؟ خليني ابتدي من عند المجلس الاعلى للمدفوعات اللي شكله فخامه رئيس الجمهوريه، ومكون من عدد من الوزراء وعدد من الاجهزه السياديه في مصر. الغرض من انشاء هذا المجلس ايه؟ الحقيقه والبنك المركزي كمان هو احد الـ 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 الاعضاء او طبعًا. احد المشكله ركن منهم، ركن اساسي طبعا، هو ركن اساسي جدا جدا. الغرض هو التحول للشمول المالي او التحول للديجيتال ايكونومي.
الاقتصاد الرقمي. الحقيقة هناك تداول كثير جدا لمجموعة، أولا هناك تداول كثير لمجموعة من للمال في من خلال العلاقات أو التعاملات المالية. دول العالم المختلفة الحقيقة كانت سبقتنا كثيرا في نظام الشمول المالي أو الديجيتال ايكونومي أو الاقتصاد الرقمي. المجلس ده هيبقى له فعالية كبرى في ازاي ان احنا نقدر نوحد كل الجهود علشان خاطر ننشئ ما يسمى بالاقتصاد الرقم. وزارة الاتصالات الحقيقة بدأت في اولا انشاء البنية التكنولوجية الخاصة بالاقتصاد الرقمي. احنا عندنا الهيئات بتاعتنا المختلفة زي هيئة البريد الحقيقة بدأت في تحويل وميكنة كل الأنظمة الموجودة في البريد. يمكن كانت الأنظمة الموجودة في البريد كلها أنظمة بتعتمد على أنظمة يدوية وأنظمة ورقية. النهاردة احنا بنتكلم عن الأنظمة الإلكترونية. هو البريد هيبقى دوره ايه في الموضوع ده؟ ده هيبقى دوره كبير جدا. اولا البريد عن طريق البريد بيتم النهاردة البريد عنده 22 مليون اكاونت او حساب، عنده 22 مليون حساب، يعني يمكن اكتر من اي بنك موجود في مصر. بعضهم اكتف. لا احب اقول لحضرتك حاجة، كلها فيها 22 مليون بطاقة. طب ما انا يعني احنا كبطاقات اللي موجودة في البنوك هم 22 مليون، والبريد عنده 22 مليون اخرين ولا هم نفسهم؟ لا هو البريد عنده 22 مليون حساب. حساب ما انا حساب. البريد عن طريق البريد كل واحد من بيصرف الضمان الاجتماعي، بيصرف تكافل وكرامة، وبيصرف المعاشات. احنا عندنا حوالي 6 مليون مواطن بيصرفوا معاشاتهم والضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة من مكاتب البريد المختلفة اللي هي 3800 مكتب على مستوى الجمهورية. دول عندهم كروت، هذه الكروت والضمان تكافل وكرامة بكروت. ده كله بكروت، بس هم بيروحوا عند الفرق ما بين الديجيتال ايكونومي او الاقتصاد الرقمي انهم بيروحوا مكتب البريد نفسه او يروحوا عند بعض الاماكن اللي فيها ماكينات السحب الاي تي ام، ودي قليله مش كتير عشان خاطر يقدروا يسحبوا بالكروت بتاعتهم. هي بتمثل الايدنتيتي بتاعتهم او الوسيله للتعرف. يعني هو ما يقدرش يستخدمها على مثلا الماكينات بتاعه 1 2 3 اللي هو 1 2 3، اللي هو 1 2 3 اللي هو الاي تي ام اللي بتاع ممكن يروح بتاع الاي تي ام. هو الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامه بييجوا دائما يصرفوا من مكاتب البريد لان مكاتب البريد اقرب لهم من اي مكان. احنا بنتكلم عن ايه بقى؟ بنتكلم عن يبقى عندنا كارت، الكروت دي كروت تقدر تصرف منها نقدي وعيني او نقدي. تقدر تصرف منها نقدي ازاي؟ تبقى الكروت دي زي الكروت بتاعت الائتمانيه العاديه. تقدر حضرتك يبقى معاك الكارت، بدل ما تروح عشان خاطر تاخد الفلوس كاش من البريد او من خلافه، كل مواطن يكون له حساب يا اما في البنك يا اما في البريد، يقدر عن طريق الحساب ده بيتحط له فيه الاموال الخاصه بيه وتحول اليه الاموال الخاصه بيه، ويقدر ياخد الكارت ده يستخدمه بدل ما يستخدمه يجيب فلوس. يقدر يجيب فلوس طبعا في اي وقت، لكن يقدر كمان يستخدمه في الماكينات اللي هي الخاصه بالبوينت اوف سيل او في اماكن البيع التجاريه العاديه. حقيقه ده البنك المركزي يسمح بالكلام ده؟ البنك المركزي يسمح بالكلام ده لان هيبقى فيه كورسبوندنس بانك زي اي بنوك في زي اي بنك في او اي مكان في العالم. بيبقى فيه البنوك اللي هي بتتعامل مع كروت الائتمان. لو حضرتك بتتكلم عن البريد يقدر يعمل الكلام ده، البريد يقدر يعمل الكلام ده عن طريق ان يكون فيه كورسبوندنت بانك ما بينه وما بين المواطن. لازم يبقى فيه واحد من البنوك الخمسه اللي هي عندها حق انها تتعامل مع كروت الائتمان الموجوده في مصر. موجوده في عملت اتفاق مع البريد عشان خاطر نقدر نعمل الكلام. طب هو ده يعني عمليه صعبه؟ لا الحقيقه احنا بنتكلم مع البنوك، وهناك ترحيب كبير جدا من بنوك كثيره بانها تتعامل مع البريد. الحقيقه احنا كوزاره الاتصالات احنا بنتكلم عن الكروت وازاي ننشئ الكروت الجديده اللي هي الكروت الذكيه الجديده اللي هتضم الكثير من التعاملات الخاصه بالمواطنين.
سنين. الكروت دي ازاي تكون كروت كمان يبقى المواطن بدل ما عنده زي ما قيل كده بدل ما عنده كروت كثيرة، كارت للتموين وكارت للعيش وكارت للبنزين وكارت للحيازة الزراعية وكارت التضامن لتكافل وكرامة وكارت التضامن ازاي يكون، وكارت للخدمات الصحية او التأمين الصحي ازاي يكون عنده كارت واحد. بس معالي الوزير يعني ازاي احنا ماشيين في الاتجاه ده؟ وانا اعرف مثلا ان وزارة الانتاج الحربي شغالة دلوقتي في كروت خاصة بمنظومة التموين على سبيل المثال. لا هو حضرتك الانتاج الحربي يعني هو زي ما قلت لحضرتك في الاول خالص ان هناك تكامل ما بين الوزارات في موضوع تقديم الخدمات للمواطنين، وكل وزارة لها دورها. الدور الخاص بوزارة الانتاج الحربي انها هي اللي بتجمع البيانات الخاصة بالمحتاجين للتموين، وذا عن طريق مكاتب البريد، يعني مكاتب البريد بيروحوا يقدموا فيها، تروح للانتاج الحربي يعمل الداتا انتري عشان خاطر يشوف مين اللي هي المنفذ يعني. المنفذ، وكمان هي اللي بتتعامل لمصلحة وزارة التموين. لمصلحة وزارة التموين. تمام. وهي اللي بتتعامل مع الثلاث شركات الموجودة على الأرض لتقديم مثل هذه الخدمات اللي هي الخدمات الخاصة بالتموين. حقيقة هناك تكامل كبير ما بين أدوار الوزارات المختلفة وبين الدور، يعني اللي احنا بنتكلم عليه ده نموذج مهم جدا للنجاح، عشان خاطر أؤكد لحضرتك مرة تانية أنه كل الدولة عندها إرادة مهمة وقناعة بأن قواعد البيانات وتقديم الخدمات للمواطنين دي من أولوياتنا. أنا أقول لحضرتك إحنا بنتكلم عن بناء الشبكات الحماية الاجتماعية. لا يمكن أن نبني شبكات حماية اجتماعية بدون أن يكون لدينا قواعد بيانات وبيانات سليمة عن مواطنين، عن كافة، نعرف من هم المستحقين لبعض الخدمات اللي بتقدمها الدولة. هناك بعض المواطنين مستحقين لخدمات مختلفة عن المواطنين الآخرين. هناك أوقات بعض المواطنين بيحتاجوا لخدمات أكتر من الدولة ولدعم أكبر من الدولة في هذه الأوقات. دول هيستخدموا في الدعم النقدي؟ الحقيقة الكروت بتاعتنا هتبقى مؤهلة لأي دعم، سواء الدعم العيني أو الدعم النقدي. طيب عندي سؤال هنا بيقول أمال إيه اللي هيحصل للكروت القديمة بعد ما نبقى عندنا كارت واحد؟ يعني أنا بس حدود علمي إن في خلال فترة قصيرة جدا هيطلع بالكارت البنزين. طيب. وإن إحنا هيطلع في خلال فترة بسيطة الكارت بتاع التموين. مش كده؟ التموين إحنا بنعمل الكارت، يعني أي كارت جديد هيطلع في التموين هيطلع بالكارت اللي هو الكارت على الجديد، هيطلع الكارت الجديد. المفروض ان احنا بيبقى عندنا في اي نظام في العالم لازم بيبقى فيه اللي هو الفتره الانتقاليه. بنقول ان الكروت الجديده هتطلع، الكروت اللي هتصدر جديدا هتطلع بالكروت الجديده ثم يضاف عليها الخدمات، لان الكروت الجديده تبقى كروت سمارت او كروت فيها الشيب اللي نقدر. ده كارت حضرتك طلع اهو خلاص. ده يمكن حضرتك ده سامبل كده لشكل الكارت عامل ازاي. مكتوب علينا حضرتك هتاخد تموين. لا مش مكتوب علينا هاخد تموين ابدا. هو الكارت ده كارت عباره عن سامبل. السامبل دي لما حضرتك تشوفها هتلاقي الاسم بالكامل، هتلاقي العنوان، هتلاقي الرقم القومي، ودي مهمه جدا لانه ربط بالرقم القومي. هتلاقي حضرتك كمان كل المهنه، كل ما هو خاص بالمعلومات الشخصيه عنه. لو حضرتك قلبت الكارت من الناحيه الثانيه هتلاقي فيه التشيب كده او السيم كارد، دي اللي هيتكتب عليها الابليكيشنز او التطبيقات المختلفه، تطبيق زي تطبيق التموين، تطبيق زي تطبيق الخبز، تطبيق زي تطبيق الحيازه الزراعيه، لان كل الحاجات دي هتبقى موجوده. تطبيق زي تطبيق ان شاء الله، يعني كنت مع الدكتور احمد عماد برضو بنتناقش في موضوع تقديم الخدمات الصحيه بعد صدور قانون التامين الصحي، كيف سنتمكن من تقديم الكارت الخاص بالتامين الصحي. هيبقى نفس الكارت هو كارت التامين الصحي للفرد وللأسرة. حقيقة الكارت ده هيبقى يمثل
في وقت قريب نقلة كبيرة جدا جدا في التعاملات. الكارت زي ما قلت لحضرتك الكارت هيستخدم في خدمات كثيرة، والكارت هيبقى عليه ممكن يستخدم ككارت ائتمان ممكن. او ما هو هنا في كلاش ليه بس يعني في كلاش انا شايفه مع ما تقدمه. يعني النهارده الكريدت كارد اللي عندي اللي انا بستخرجه من البنك، والبنوك عندها كريدت كاردز، صحيح هناك ميزة نسبية ضخمة جدا موجودة عند البريد وهو التواجد في الأقاليم وبالذات وصولا إلى القرى، وفي ناس ثقتها. يعني البريد أعتقد في شهر يناير اللي فات دخله 30 مليار، سمعت رقم زي كده حاجة كده دخله 30 مليار. يعني أنا ممكن أقول لحضرتك على أرقام، هذه الأرقام أرقام الحقيقة مفرحة جدا في البريد، بالرغم من ان الفائدة الخاصة بالبريد لم تتحرك كثيرا الى اعلى، ما وصلتش للعشرينات والستينات، لا خالص، الا ان ثقة المواطنين في البريد ثقة كبيرة جدا. انا لازم اقول لحضرتك ان خلال الفترة اللي فاتت جنيه دخلوا البريد، احنا بنتعامل في الاسبوع في البريد ما بين 5 و6 مليار جنيه. طب بالمناسبة موظفين البريد عايزين يتساووا مع موظفين وزارة الاتصالات من حيث الفلوس، ربيع المصري بعت الرسالة دي طب. وبيقول اليوم قبل غدا بالمناسبة. طب خليني اقول لحضرتك ان دي فرصة ان انا طبعا احيي كل زملائي في البريد المصري. البريد المصري لولا هؤلاء العاملين في البريد لما وصل البريد لما هو فيه الان. النهاردة البريد او العاملين في البريد يتم تدريبهم على اعلى مستوى عشان خاطر الوصول الى قمة التعامل مع المواطنين. احنا بنغير من شكل المكاتب، بنغير من شكل التعامل، بندربهم على استخدام الميكنة وخلافه. حقيقة احنا في هناك بعض او في الخطه دي فيما بيني وبين السيد وزير الماليه ان احنا نربط العماله ونربط الاجور الخاصه بالمواطنين في البريد او العاملين في البريد بانجازاتهم. والحقيقه انجازات كبيره خلال السنتين اللي فاتوا، فلازم ان كل انجاز او كل عمل يرتبط بالانسنتيفز او الحوافز اللي هيتقاضوها. فبالحوافز اللي هيتقاضوها بعد الانجازات اللي عملوها هتساوي، ويمكن التانيين يطالبوا بالمساواه معاها. طيب هرجع تاني لموضوعنا. يعني النهارده باجي اقول ان النهارده عندي البنوك تقدم خدمات اللي موجوده، والبريد يقدم في المحافظات ما يستطيع لا تستطيع بنوك تقديمه. والنهارده عشان اوصل للديجيتال ايكونومي المساله مش مساله ان انا يبقى عندي كارت، مساله ان يبقى في البقال اللي انا رايح اتعامل معاه يبقى بيقبل مني الكارت. صح. هنعمل الصغيره اللي هي جزء من الاقتصاد غير الرسمي في المرحله اللي احنا فيها دي النهارده عشان كلنا ندخل الاقتصاد الرسمي. جميل. خليني اقول لحضرتك، اخد مع حضرتك الاول الجزء الخاص بالفرق ما بين البنوك والبريد. حضرتك تحدثت عن الكارت الائتماني اللي بتصدره البنوك. الكارت الائتماني اللي بتصدره البنوك ده بيسموه كريدت كارد. الكريدت كارد ده حضرتك ممكن يبقى عندك كريدت كارد ب 30,000 جنيه، 50,000 جنيه، 200,000 جنيه، ويكون حسابك ما فيهوش حاجه. لان التأمين بيبقى المرتب او خلافه. فده اسمه كريدت كارد. البريد لا يقدم كريدت كاردز، ما عندناش كريدت كاردز، لكن عندنا ما يسمى بالديبت كارد. بس الديبت كارد علشان خاطر الناس تقدر تصرف منه في عند البقالين وخلافه، تمام؟ لو تعامل نفس المعاملة بتاعت الكريدت بصرف النظر عن المسميات. الحاجة التانية أنا قلت لحضرتك بنك ما بين البريد والنظام البنكي عشان خاطر نقدر نعمل الفاينانشال انكلوجن، تمام؟ فده عشان خاطر أقول لحضرتك الفرق ما بين البنك وما بين البريد. ادخل بقى الناس الصغيرين دول ازاي؟ دي خطه، الخطه دي استراتيجيه، ودي الاستراتيجيه دي احنا شغالين عليها دلوقتي. مين احنا؟ احنا بقى حضرتك يوم الاثنين اللي جاي في مذكره تفاهم مع غرفه التجاره والصناعه، الغرفه التجاريه والصناعيه، عشان خاطر نضم الينا كل اليكم كوزاره الاتصالات ولا اليكم كبريد ولا اليكم كمجلس اعلى المجلس؟ الينا كوزاره اتصالات. وزاره الاتصالات المنوط بها ايه؟ انها تمهد مستوى الدوله.
فاحنا بنقوم بدورنا ببناء البنية التكنولوجية على مستوى الدولة. خلي بال حضرتك دي في إطار الحقيقة إطار استراتيجية. الاستراتيجية دي استراتيجية واضحة وأنا مبسوط جدا لأسئلة حضرتك. ليه؟ لأن الاستراتيجية دي حطينا فيها البقالين الصغار، صغار البقالين، السوبر ماركتس، السوبر ماركتس وخلافه، حاطين كمان فيها في الفاينانشال انكلوجن جزء كبير قوي في التدريب، ازاي هندرب الناس على استخدام الميكنه. ففي جزء كبير ومين اللي هيدفع حق المكنه؟ من التدريب. مين اللي هيدفع حق المكنه؟ في حاجات اجمل من كده. احنا بنتكلم مع شركات عالميه، هذه الشركات العالميه هتقدر انها تسبسيدايز او تدعم وجود هذه المكنة. ليه؟ لأن الشركات العالمية دي شركات مستفيدة من كل ترانزاكشن بيحصل. مين اللي هيدفع ثمن الترانزاكشن؟ المواطن في المواطن ولا التاجر؟ في المكنة، زي في أي مكان في الدنيا بيبقى في جزء على المواطن وجزء على التاجر. الجزء على المواطن والجزء على التاجر دي بقى اللي هو الشغلانة بتاعتنا الشركات دي، إن احنا نقلل بقدر الإمكان العمولة الخاصة بالتعاملات بتاعة الترانزاكشن. دوم العمولة لا تؤثر لا على التاجر ولا على المواطن، والمواطن يستحسن له أن يستخدم الكرود. خليني أقول لحضرتك على حاجة مهمة بقى، البوينت اوف سيل أو المكن، ظهر الكارت اللي ما كانوش لاقينه اهو، لقينا ظهر الكارت. هتلاقي على ظهر الكارت دي الشيب اللي فوق دي اللي بيتكتب عليها كل التطبيقات اللي احنا بنتوقعها خلال الفترة اللي جاية، التطبيقات الموجودة الحالية والتطبيقات المستحدثة. طب انا وقتي بيجري، بس عايز اتوقف عند نقطة مهمة قوي، اللي هي النقطة بتاعت من يتحمل في الكريديت كارد. انا لا اتحمل، التاجر يتحمل. حضرتك ليه هتحملني انا كمواطن بالاضافة للتاجر؟ وليه الشركة العالمية هتدخل معايا هنا وتاخد الاربعة سنت او التمانية سنت اللي هتاخدهم، اللي هم بيساووا النهاردة بالمصري بيساووا مبلغ كبير على كل ترانزاكشن، والترانزاكشنز في حالتنا واحنا صغار المواطنين وصغار التجار ممكن تبقى كل الترانزاكشن على بعضها ب10 جنيه اللي هي ممكن تبقى بتساوي نص دولار. كلام حضرتك جميل جدا جدا، لان حضرتك بتبني كل الفرضيات بتاعت حضرتك على الكريدت كارد العادي اللي مع حضرتك. حضرتك رجل لا تستحق الدعم زي ما اتفقنا في اول الحلقه، فحضرتك راجل يعني مليء، فالستة سنت او الاربعة سنت دول ما بيفرقوش في الترانزاكشنز بتاعت حضرتك، سواء اذا كان هيدفعهم التاجر. انا بتكلم ابو 10 جنيه بقى. لكن خلي بال حضرتك بقى، اولا مش هتبقى شركة واحدة، هتبقى اكتر من شركة، لان احنا مش هنشتغل مع شركة واحدة. ثانيا ان احنا هنقلل من الفيز دي الى اقصى درجة، وليس بالسنت ولكن هتبقى بالعملة العملة المحلية بالقرش وخلافه، علشان خاطر عدد الترانزاكشنز اللي هذه الشركات اللي احنا بنعمله ده هيبقى عبارة عن نموذج وموديل. الموديل ده هيبقى موديل ممكن يعاد في اماكن تانية كثيرة. حقيقة الاستراتيجية كبيرة واضحة، هناك شركاء كثيرين جدا في هذه الاستراتيجية، والغرفة التجارية والصناعية مشارك كبير جدا في هذه المنظومة، إلى جانب شركات عالمية كبرى هتبدأ تشتغل معانا في بناء هذه المنظومة تحت إشراف وزارة الاتصالات وجهات كثيرة في الدولة. والمجلس الأعلى للمدفوعات. المجلس الأعلى للمدفوعات الحقيقة دوره هيبقى دور كبير جدا جدا في وضع الأسس والنظم الخاصة والسياسات الخاصة بالدفع الإلكتروني، المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب أنه هو هيبقى يمثل الحوكمة في العلاقات ما بين أو مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة والحكومة والضرائب وغيره ولازم برضو أقول لحضرتك إن إحنا هنعلن قريبا جدا جدا عن الاستراتيجية الخاصة بالدولة في الديجيتال إيكونومي أو للاقتصاد. عندنا خطوات إحنا قطعنا، إحنا أظن 80% من الجمارك بتدفع دلوقتي إلكترونيا، وجزء كبير جدا من الضرائب وخاصه لكبار العملاء بتدفع تمام الكترونيا. وفي الخطه دلوقتي ان احنا بنتجريت كل ده مع قواعد البيانات الاخرى عشان خاطر نصل الى 100%. تتعاونوا مع وزاره الماليه بشكل قريب جدا ومقرب جدا؟ طبعا.
مع كل الوزارات بالنسبة لنا هم كاستمرز وإحنا بنتعامل معهم وهناك الكثير الزبون دائما على حق يعني والله حضرتك إحنا طالما إحنا بنشتغل في إطار هذا الإطار هو إطار استراتيجي لخدمة لهدف واحد احنا الحقيقه بنتعاون بشكل كبير جدا مع كافه الوزارات. ذكرت لحضرتك التموين مع الدكتور علي مصلحي، ذكرت لحضرتك الصحه مع الدكتور احمد عماد، دلوقتي مع الاستاذ عمرو الجرحي، حقيقه مع كل مع طبعا وزير العدل النهارده كنا بنفتتح الاسمرات مع السيد النائب العام في انفاذ القانون مع وزير الداخليه في الاي تي على مستوى الحقيقه احنا بنتعاون مع كافه الوزارات مع طبعا مع وزاره الزراعه عشان خاطر الكارت الخاص بالحيازه الزراعيه مع وزاره الانتاج الحربي مع وزاره التخطيط عشان كده معالي الوزير يعني عشان كده معالي الوزير مهما قضيت وقت معاك فالموضوعات الكثيره والنجاحات الكبيره اللي حضرتك بتحققها وبتحققها الوزاره بكل الحقيقه الهيئات التابعه ليها مش بس الوزاره لوحدها محققين نجاحات في يعني على مدى سنوات ثم في الفتره الاخيره اصبحت الملفات اكبر واوسع واكثر فيعني بتمنى لحضرتك ولباقي فريق العمل في وزاره الاتصالات والهيئات التابعه ليها المزيد والمزيد من النجاح وبشكر حضرتك على سعه صدرك وعلى وقتك اللي قضيته معانا وعشنا وشفنا وزير الماليه بقى زبون بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونلتقي بكرة على خير وتصبحوا على خير بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونلتقي بكرة على خير وتصبحوا على خير